يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. نبتدي مع حضراتكم حلقه جديده وطبعا بدايه اسبوع جديد وانجاز التعبير اسبوع الحسم. من النهارده يبدا العد التنازلي، اسبوع بالتمام والكمال بيفصلنا عن المواجهه المرتقبه الحقيقه يمكن طول السيزون ده. وعلى الرغم ان الاهلي يمكن حسم بطوله الدوري من زمان جدا وحب وحتى من قبل ما يعلن عنها رسميا، وجمهور النادي الاهلي عينيه على مواجهه الوداد البيضاوي. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من السادسه، والكلام هيطول عن اسبوع فات كان في منتهى الايجابيه وعن اسبوع جاي في منتهى الاهميه. مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد ومساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده واسبوع جديد برنامج السادسه. الحقيقه يعني يمكن كنا بنقول قد ايه مباراه انبي مباراه مهمه جدا، مش بس علشان تاني مباراه تحت قياده موسيماني، ولكن كمان علشان الحقيقه شفنا فيها تطور كبير قوي، شفنا فيها قد ايه كان جمهور الاهلي محتاج يطمن جدا على الفريق تحت قياده موسيماني، ويعتبر الجمهور طبعا اطمن بشكل كبير قوي. يمكن نقدر نقول ان الاهلي قدم ماتش كويس قوي قدام انبي بشكل جماعي الحقيقه، الفريق كله كان ظاهر بشكل كويس قوي، وبعض اللعيبه فعلا كانت مفاجاه بالنسبه للجماهير، منها يمكن مروان محسن، وشفنا برده اداء كويس قوي من كهربا وكذا لاعب عشان مش عايزه انسى، لانه الفريق فعلا ككل كان كويس جدا. يمكن ده كان هدف من اهداف مباراه انبي ان الجمهور يطمن، واعتقد انه طمن بشكل كبير. كمان عندنا مباراه بيراميدز بكره يا احمد، مباراه مهمه جدا مش بس علشان مرحله الاعداد برضو لافريقيا وثالث مباراه تحت قياده موسيماني، ولكن كمان علشان مباراه الاخيره قبل ماتش الوداد واللي هو الهدف زي ما احمد قال في بدايه الحلقه. خلاص افريقيا هي الهدف، مباراه بيراميدز هتكون اخر مباراه في مباريات الاعداد قبل خلاص. المفروض اللعيبه هتتمرن النهارده، هتلعب بكره، والسفر يوم الثلاثاء ان شاء الله للمغرب. الحقيقه يعني يمكن من الهايلايتس كان انه صالح جمعه واحمد الشيخ امبارح اتمرنوا بشكل منفرد علشان يقدروا يكونوا جاهزين بصوره اكبر للتشكيله، وطبعا الهدف الاول والاخير ان كل نجوم النادي الاهلي تكون جاهزه او في حاله فنيه وبدنيه عاليه جدا قبل مباراه الوداد، وده اللي بنتمناه. وشايفين قد ايه موسيماني بدا صفحه جديده يا احمد مع كل اللعيبه. يمكن الكلام الايجابي اللي قاله لصالح جمعه كان حديث الناس، وقد ايه كان مركز على انه انا بفتح صفحه جديده، انا ماليش دعوه باللي فات، انا شايف قدامي لاعب ذو قدرات عاليه وعايز اعتمد عليه الفتره اللي جايه. ومهم قوي يا احمد ان يكون عارف يتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي كمان، وعامل له الحقيقه كمان يعني في اهتمام من موسيماني بشكل كبير بصالح على وجه التحديد، ويبدو انه حاطط عينه على صالح في الفتره اللي جايه ويقدمه لجمهور النادي الاهلي بصوره وبشكل غير. دي ناحيه، بس انا قبل الحقيقه ما اتكلم على صالح وقبل ما اتكلم على استعدادات ماتش الوداد، خليني اقول انه الماتشين اللي اداهم النادي الاهلي تحت قياده موسيماني مبدئيا الحقيقه طبعا كانوا فرصه كبيره جدا انه يتعرف على قدرات اللعيبه اللي بيشتغلوا معاه، كانت فرصه كبيره انه ينقل اللعيبه فكره اللي عايز ينفذه مع الفريق النادي الاهلي. احنا كنا داخلين ماتش انبي الحقيقه، وانا فاكر وانا مع حضراتكم هنا انا وساره يوم الاربعاء، والواحد كان بصراحه ايده على قلبه، ليه الفريق مش محتاج اي هزه من اي نوع، لا هزه مرتبطه بنتيجه مباراه ولا هزه مرتبطه باصابه لاعبين، وبالتالي الماتش بالنسبه لي كان تقيل على قلبي. لكن بعد صفاره الحكم او مع نهايه الماتش كان الحقيقه الواحد في منتهى السعاده، في منتهى السعاده لاكثر من سبب. مبدئيا انه موسيماني قدر ان هو يسكت جميع الالسنه اللي انتقدته واللي شافت انه تجربته مع النادي الاهلي هتكون فاشله، واللي شافت انه الراجل ما عندوش من الوقت ومن المساحه انه يكون صاحب بصمه قبل ماتش مهم زي مواجهه قبل نهائي افريقيا. والتجربه علمتنا انه حاجتين الحقيقه، حاجتين عندهم القدره على اسكات اي حد بيتطاول او بيهاجم او بيستهدف النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي في المدرجات نمره واحد، واداء اللعيبه اللي كانوا رجاله وقد المسؤوليه جوه الملعب. بس في الحالتين دول محدش بيقدر يعترض، محدش بيقدر يفتح بقه. احنا مش فوق الانتقاد، بالعكس احنا دايما دايما اللي هدفه النجاح او اللي هدفه البطوله او اللي هدفه المركز الاول بيهمه جدا يسمع الانتقادات الموضوعيه، الانتقادات اللي تصلح من اوضاع تاخدنا لقدام، مش الانتقادات اللي تعطل او تكسر في المشوار. دي نمره واحد. نمره اثنين الحقيقه انه خليني اقول لحضراتكم بمنتهى الاريحيه انه ماتشين بس كانوا كافيين ان هم يقدموا معطيات لمدرب كبير جدا، واعتقد انه تجربه موسيماني مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هتكون واحده من اكثر التجارب نتمناها ان شاء الله تميزا على مدار مشوار وتاريخ
النادي الاهلي. هنخش في تفاصيل كتير وهنتكلم طبعا على ماتش بكره، انه ماتش بكره برضو مرحله ومحطه مهمه لاكثر من اعتبار. بس خلينا نشوف عناوين حلقتنا النهارده. الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه بيراميدز. وصلت اشاده من موسيماني لصالح جمعه قبل مواجهه بيراميدز. موسم كورونا الاعلى تهديفيا لمروان محسن في الدوري منذ انضمامه للاهلي. مدرب جنوب افريقي: تدريب موسيماني للاهلي لم يفاجئني. اتحاد الكره يضع شروط التامين على اللاعبين في الموسم الجديد. سبورت: برشلونه يهدد ديمبلي بسبب رفض الرحيل في الصيف.